مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من المشهد الاقتصادي. في هذه الحلقه سوف نناقش تاليق البنك الدولي لاعماله في اليمن، ولكن في البدايه دعونا واياكم نتابع اهم الاخبار والتقارير الاقتصاديه، والبدايه مع العناوين. الكشف عن 300 مقاول يمني يقبعون حاليا في السجون. البنك الدولي: لا يمكننا مساعده اليمن حاليا ولدينا مشاريع بقيمه مليار دولار. التخوف من الانخفاض المستمر من الاحتياط النقدي. أهلا بكم. في ظل التطورات الراهنة على الساحة اليمنية، يبقى التخوف الدائم من الانخفاض المستمر من حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي في البنوك والمصارف اليمنية. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. لسنوات ظل الريال اليمني يصارع من أجل البقاء في حد معين من التوازن رغم الظروف الأمنية الصعبة والمعقدة، وظل المخزون الاحتياطي من النقد الأجنبي في حالة تفاوت رغم هروب الكثير من المشاريع الاستثمارية الأجنبية في ظل السياسات النقدية حافظت على عدم التدهور. اليوم تبقى حالة القلق واردة لظهور حالات المضاربة بالعملة عند كثير من الصيارفة وإخفائها من قبل آخرين، فتجاوز سعر صرف الدولار عند البعض 220 ريالا رغم تأكيد كثيرين عدم تجاوز السعر السابق أي 215 ريال بسبب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بعدم ضخ السيولة النقدية من العملة الأجنبية إلى السوق بهدف الحد من تدهور الريال وارتفاع سعر الصرف، ليسجل بذلك البنك المركزي خطوة إيجابية جديدة بنظر كثير من الخبراء الاقتصاديين بعد رفضه طباعة أي عملة، غير أن آخرين أكدوا أن استمرار الأوضاع في التدهور قد تقود إلى نقص الاحتياطي من النقد الأجنبي وارتفاع سعر الصرف رسمياً. كشف نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم أن البنك لديه مشروعات كبيرة في اليمن بقيمة أكثر من مليار دولار، لكنها متوقفة بسبب الصراع الدائر فيها وفقدان الاستقرار حسب وصفه. وقال غانم في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط: لدينا مشروعات كبيرة جدا في اليمن بقيمة مليار ومائة مليون دولار، ولكن للأسف متوقفة نتيجة للصراع الدائر فيها وفقدانها الاستقرار بأشكاله المختلفة، وأعتقد أن معظم المنظمات الدولية متوقف عملها باليمن لهذه الأسباب. وأضاف: حالة اليمن الوضع فيها ضبابي ولا يمكن للبنك أن يطلق أي مشروعات أو تقديم مساعدات. كشفت دراسة يمنية تعني بقطاع المقاولات عن وجود أكثر من 300 مقاول يمني يقبعون حاليا خلف أسوار السجون في اليمن، وأرجعت أسباب ذلك إلى كثر الديون التي عليهم للغير. وقالت الدراسة إن مستحقات متبقية لدى الدولة لأولئك المقاولين تفوق عشرات أضعاف ما عليهم من ديون، مشيرة إلى أن الدولة منذ العام المنصرم 2014 لم تصرف لأي مقاول فلسا واحدا من البرنامج الاستثماري إلى اليوم. علق البنك الدولي أعماله في اليمن بعد أسابيع من نقل الهيئات الدبلوماسية والسفارات أنشطتها إلى عدن، ويعد البنك الدولي من أكبر المانحين الدوليين لليمن بعد المملكة العربية السعودية، حيث أعلن في 2012 عن تقديم مليار دولار كدعم لليمن. فما هي أسباب ومبررات هذا التعليق؟ وما أهم المشاريع والأعمال التي يقوم بها البنك الدولي في بلادنا؟ وما هي تداعيات هذا القرار على النشاط الاقتصادي في بلادنا؟ كل هذا وأكثر سوف نناقشه، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد. معنا الاستاذ عبد الله الخولاني الخبير الاقتصادي والصحفي. اهلا بك استاذ عبد الله. اهلا وسهلا بك. في البدايه مشاهدينا الكرام، دعونا واياكم نتابع هذا التقرير ونعود لنكمل حديثنا. استنادا إلى قانون البنك الدولي الذي ينص على تعليق أنشطته في أي دولة من دول العالم تواجه ظروفا غير دستورية، وهي الخطوة التي قام بها البنك الدولي إزاء اليمن وبالتالي توقف أي تمويلات أو مساعدات حصلت عليها اليمن في مؤتمرات المانحين. البنك الدولي كان قد تعهد في الفترة الأخيرة بتقديم يعني ما يقارب 500 مليون دولار كمساعدة وإعانة للاقتصاد اليمني وللحكومة، يعني
لكن حصلت مشكلة في هذه الفترة، أنه طلع تقرير عن أسطر الجهاز المركزي للتخطيط يقول فيها أنه هناك تحسن في مستوى معيشة الناس وفي الدخل وإلى آخره، فقام البنك الدولي بتحويل هذه المساعدات نصفها إلى منح والآخر إلى قروض، وذي كانت مشكلة. ثم جاءت الأحداث الأخيرة هذه اللي تعصف الآن باليمن، فالبنك الدولي اضطر إلى سحب موظفينه يعني في اليمن، وبالتالي في ظل غياب الموظفين لن يكون هناك من يشرف على تقديم مثل هذه المساعدات، الأمر الذي أدى إلى توقفه. أضرار كبيرة سيتكبدها الاقتصاد في اليمن في توقف المشاريع التنموية، ويتجاوز الأمر إلى نفور المستثمرين وخلق انطباع لدى الدول والمنظمات أن اليمن بيئة لا يجب الاقتراب منها. البنك الدولي عندما يكون موجود في بلد ويقدم مشاريعه، فإنه هذا يعطي مؤشر للجهات المانحة، يعطي مؤشر للمستثمرين، يعطي مؤشر للآخرين أن هناك حالة استقرار اقتصادي، وبذات تبدأ تدفق المساعدات، تدفق المنح، والمعروف أن اليمن طبعا عايش على المساعدات والمنح خاصة في السنوات الأخيرة. الآن ذهاب مثل هذا المورد بالنسبة لنا يمثل مشكلة كبيرة جدا، لأنه يعني أنت الآن حتفقد الأموال اللي كان حيضخها البنك الدولي في شرايين الاقتصاد اليمني. الشيء الثاني أنه الذين كانوا سيأتوا إلى اليمن سواء مانحين أو مستثمرين لن يأتوا، لأنه هذا مؤشر خطير بالنسبة لهم. يعني القرار سيحرم اليمن من محفظة البنك المالية ما يزيد عن 900 مليون دولار كانت تدعم مشاريع البنية التحتية من طرق وتعليم وطاقة وصحة وغيرها. تتوزع مشاريع المانحين على قطاعات الحكم الرشيد وبناء الدولة بنسبة 55%، تليها الحاجة الإنسانية الطارية 34%، ثم شبكة الأمان والحماية الاجتماعية 24%، الصحة 17%، المياه 16%، الكهرباء 13%. الأحداث السياسية المتصاعدة نرجو أن لا تزيد من التدني في الوضع الاقتصادي الذي يعيش أسوأ حالاته. أستاذ عبد الله، في البداية لو تكلمنا عن البنك الدولي وتاريخ عمله في اليمن. شوف، البنك الدولي ربما يكون له مساهمات محدودة أو بسيطة قبل 95، لأنه البداية الحقيقية للبنك الدولي في اليمن هو منذ انتهاج الحكومة اليمنية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان في منتصف التسعينات في 95، اللي كان باتفاق بين صندوق النقد والبنك الدوليين مع الحكومة اليمنية. فهذه كانت هي البداية الحقيقية لدخول البنك الدولي إلى اليمن في مجال الإصلاحات الاقتصادية سواء المالية والإدارية، الذي استمر إلى يومنا هذا بس عبر عدة فترات. إذا تكلمنا عن أهم المشاريع التي مولها البنك الدولي. شوف، البنك الدولي له إسهامات كبيرة جدا في اليمن، خاصة في مجال المياه والتعليم وأيضا الطرق، لكن كان له إسهامات في الفترة الأخيرة منذ مؤتمر المالحين إلى الآن. تحولت المنح المالية الذي قدمها البنك الدولي من قروض إلى منح. الميزة اللي أخذت الحكومة اليمنية من البنك الدولي إن المساعدات المالية لم تكن قروض، والأخيرة خاصة من مؤتمر لندن 2006 إلى الآن اعتبرت بمثابة منح بدون فوائد بدون قروض، خاصة في دعم مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية والطرق الريفية، أيضا برنامج الرعاية الاجتماعية وقعت قبل أيام أسابيع معدودة اتفاقية مع البنك الدولي ب 90 مليون دولار لتمويل صندوق الرعاية الاجتماعية. حسن أستاذ، أنت تكلمت أن البنك يقدم منح لليمن دون فوائد كبيرة أو بعضها من غير فوائد، هل اليمن تقوم بالسداد بشكل منتظم أم هناك تخلخلات في هذا الأمر؟ البنك الدولي المساعدات أو المنح المالية الأخيرة كانت منح أو بما معناه هبات بدون أي فوائد كميزة لليمن أو كتشجيع للحكومة اليمنية، باعتبار أن اليمن من الدول الأقل نمواً، وبالتالي البنك الدولي تعامل مع اليمن ووضعها وارتفع مؤشرات الفقر والأحداث والإضطرابات دفع البنك الدولي إلى تقديم المساعدات المالية على شكل هبات.
بدون أي فوائد. بالنسبة للفوائد وحسب التقارير الصادرة من البنك المركزي اليمني هناك تسديد للفوائد، وخلال السنوات الثلاثة أو الأربع الميزانية العامة للدولة ربما اقتصرت على الباب الأول الرواتب والأجور وتسديد فوائد الدين العام، سواء الدين الداخلي المتمثل بأذون الخزانة أو القروض الخارجية. نعم أستاذ عبد الله، إذا تكلمنا عن حجم الدعم والتمويل لليمن في الفترة الأخيرة، يعني إذا تكلمنا كم المبالغ الممنوحة في فترة التعامل، مبلغ تقريبي يعني. شوف المحفظة الأخيرة للبنك الدولي فيما يقارب المليار فاصل واحد دولار. نعم. بس الأهمية اللي يعطيها البنك الدولي لتعامله مع أي دولة أنه مؤشر للمانحين، المجتمع المانحين، مدى احتياج الدولة أو مدى صوابية الدولة في اتخاذ أو في تنفيذ الإجراءات المطلوب اتخاذها للحصول على القروض والمنح والمساعدات. وبالتالي البنك الدولي عندما يعطي أي دولة أو حكومة قروض أو هبات، هذا شهادة جودة أو شهادة حسن سيرة وسلوك، إن الحكومة بتمشي وفق برنامج أو وفق الشفافية أو وفق الإجراءات المعتمدة من البنك. وبالتالي هو بيحفز المانحين الآخرين لدعم البلد أو لدعم الحكومة. وفي نقطة مهمة، إن المجتمع المانحين سواء كان المجتمع الإقليمي أو المجتمع المانحين الإقليمي والدولي، عندما يأتي إلى اليمن هو بيعتمد على مؤشرات وتقارير وتقييم البنك الدولي للحكومة اليمنية أو للبلد بشكل عام. إذا البنك الدولي أعطاك أوكي، معناته أن المانحين سيتعاملوا معك بإيجابية، وإذا كان عكس البنك الدولي غير راضي عن أداء الحكومة أو عن أداء السياسات، فمعنى هذا أن المانحين سيحجمون عن تقديم أي مساعدات أو قروض حتى تفي بالتزامات أو اشتراطات صندوق البنك الدولي وصندوق النقد. أيضا حتى صندوق النقد عندما كان في برنامج ائتماني موقع مع الحكومة اليمنية، أيضا هو بيعتمد على تقارير وتقييم البنك الدولي. وبالتالي البنك الدولي له تقييم أو علاقته باليمن علاقة مركبة، في هناك له عدة فوائد وإيجابيات بالنسبة للعلاقة، لكن أيضا في جوانب سلبية. منذ تنفيذ الحكومة اليمنية البرنامج الإصلاح الاقتصادي من 95 للأسف الشديد، كان هناك فرصة أن يضغط البنك الدولي والمانحين الآخرين على الحكومة اليمنية أن تمشي بخطوط متوازية في تنفيذ حزمة الإصلاحات، لكن للأسف الشديد تم التركيز على جوانب الإصلاحات المشتقات النفطية وإهمال الجوانب الأخرى. يقارب أنت أستاذ عبد الله تكلم عن 20 سنة تقريبا، من 95 إلى 2015، يعني على حسب الموجود من البنك الدولي أن هناك دعم كان وفير لليمن لكن لم يتم الاستفادة منه بالشكل المطلوب. شوف للأمانة نكون منصفين، يعني المساهمات المساعدات والقروض في الميزانية العامة أو في الناتج القومي ربما بسيطة جدا، من 1 إلى 2%. وهناك أيضا أسباب تتعلق بالحكومة اليمنية وأيضا أسباب بالمانحين، ولا ننسى أيضا أن المانحين أن في اشتراطات سياسية، نكون منصفين، وأيضا وفي إجراءات من الحكومة اليمنية لم تتخذها أيضا هذا، لكن المسؤولية هي مشتركة بين الحكومة وبين مجتمع المانحين. لكن هناك كان باستطاعة البنك الدولي بالذات أن يضغط على الحكومة من 95 إلى الآن بانتهاج خط متوازي لتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية في برنامج المالية العامة، برنامج الازدواج الوظيفي، إزالة الوظائف الوهمية. لكن للأسف الشديد ارتبط المواطن اليمني، ذهنية المواطن اليمني ببرنامج المصطلحات الاقتصادية بأنه عبارة عن تحرير للمشتقات النفطية أو باللغة العام باللهجة العامية الجرع. وبالتالي تم التركيز على الجوانب المالية، كلما ضاقت الحكومة أو حصلت ضائقة مالية اتجهت إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية. ولو كان هناك ضغط وتم الأخذ في
في مسار متوازي في الإصلاحات الأخرى لكان منذ البداية لكان وضع الاقتصاد اليمني أفضل. برأيك أستاذ عبد الله إلى أي مدى أسهم البنك الدولي في البنية التحتية والتنمية في البلاد؟ يعني البنك الدولي له إسهامات إيجابية في اليمن في قطاع المياه، في قطاع التعليم، في إنشاء المدارس، أيضا في الطرق، في قطاع الصحة، له إسهامات يعني كبيرة وملموسة وموجودة على الأرض لا يعني، ولها نتائج إيجابية على المجتمع خاصة في المناطق النائية. أستاذ عبد الله، إذا تكلمنا حاليا عن الوضع الحالي، كيف تصف قرار البنك الدولي بتعليق الدعم عن اليمن وخصوصا نحن في الفترة الحرجة هذه؟ شوف، هناك تبعات سلبية لقرار تعليق البنك أنشطته في اليمن، سيعطي مؤشر سلبي للمانحين الآخرين أيضا الذين سيحذون حذو البنك، باعتبار أن البنك هو العنوان لنشاط المانحين في اليمن، وبالتالي فهناك مانحين آخرين سيتخذون، أتوقع أنهم سيتخذون خطوات نفس خطوات البنك الدولي. البنك الدولي وضع مبررات أنه الوضع مضطرب، هذا صحيح، وأنه لا يوجد حكومة، هذا صحيح، لكن لا نغفل الجانب السياسي. الدول المساهمة في البنك الدولي سواء أمريكا أو غيرها أيضا تضغط على البنك، مثل ما حصل في 2011، أو يعني إنه الوضع إذا استقر الوضع إنه من أحد من أدوات الضغط على الفرقاء السياسيين، إنه إذا أنتم تريدون الحصول على مساعدة الآخرين لابد أن يكون هناك استقرار سياسي. يعني هل هناك بعض الاقتصاديون يعتقدون، ربما ما تكلمت فيه، أن البنك الدولي أخذ كورقة ضغط على اليمن في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة؟ ربما يكون ورقة ضغط، هذا صحيح، لكن ليس بنسبة كبيرة. أيضا نحن مساهمين، الأوضاع السياسة غير مستقرة، ويتحمل هذه النتيجة الفرقاء السياسيين، الأحزاب، المكونات بجميعها. مشكلة اليمنيين أو مشكلة اليمن أنه شغلنا الآن كل جهدنا مركز على السياسة، لو تم إهمال السياسة لبعض الوقت وتم تركيز على الوضع الاقتصادي لما وصلنا إلى ما وصلنا عليه. وللأسف الشديد بنفس المنوال بنفس الوتيرة الأمور لا زالت مركزة على الجهد السياسي، والجهد السياسي دائما سيلقى الفشل إذا لم يكون مقرون بجهد اقتصادي. المواطن البسيط لا يفهم في نظام الكوتا، المواطن البسيط يبحث عن لقمة عيش، يبحث عن فرصة عمل، يبحث عن عيش كريم، يبحث عن أمن واستقرار، والعوامل الأخرى هي عوامل كمالية. أستاذ عبد الله، أنت تعتقد أن أسباب التي جعلت البنك الدولي تقدم على اتخاذ التعليق بتقديم المنح لليمن هو سياسي أكثر من أي موضوع آخر؟ لنكون منصفين، الواقع في اضطراب، في وضع سياسي غير مستقر، لا يوجد هناك حكومة، هذه أيضا حجج يطرح البنك لأنه يريد إطار قانوني يتم التعامل معه، والإطار القانوني في الوقت الحالي غير موجود. أيضا لا يعني في نفس الوقت لا يمكن نحن نتجاهل العامل السياسي اللي بتتحكم به دول من أجل الضغط على السياسيين وعلى اللاعبين في المشهد في اليمن، أنه إذا أردتم الحصول على مساعدات ومشاريع للبنية التحتية عليكم أن تتوافقوا وأن تحققوا استقرار. لكن للأسف الشديد اللاعبين والفرقاء السياسيين يتحملون المسؤولية الكاملة عن الوضع الاقتصادي المدهور الذي لا يلقى بال للسياسيين الذين أوصلوا المواطن إلى حالة حرجة وإلى حالة الموت السريري. حسن أستاذ عبد الله، البنك الدولي يقول أن أسباب تعليق الدعم هو لأسباب أمنية، أما البعض الآخر أو بعض الخبراء الاقتصاديين يقولون أنها أسباب سياسية، ما تعليقك؟ نكرر نفس الكلام ونفس النقطة، هناك عدم استقرار، هذا صحيح، هناك اضطرابات، هذا صحيح، ربما العاملين في البنك الدولي من الأجانب ربما أيضا هذا عامل، لكن لا يمكن إغفال الجانب السياسي،
والجانب السياسي نتحمله إحنا كيمنيين وكأحزاب وكمكونات سياسية التي لا تبحث إلا عن مصالحها وتركت مصلحة المواطن. حسنا دكتور أستاذ عبد الله، إذا تكلمنا وقلنا أن البنك الدولي يعتبر ثاني أكبر دائم بعد دول الخليج، عندما يتوقف البنك الدولي وهذا تعليق دول الخليج للمساعدات لليمن؟ البنك الدولي قبل قياس حجم مساهماته وهي ليست هينة، أيضا هو مؤشر للمانحين الآخرين سواء كانت دول الخليج أو الدول الأوروبية والمنظمات الدولية. البنك الدولي يعطيك ضمانة أو شهادة بأنك تستحق هذه المساعدات والمنح وأنك ملتزم وأنك بتنتهج برنامج يتفق عليها المانحون أو يتفق عليه البنك الدولي. وبالتالي تعليق البنك الدولي لأعماله في اليمن لا يقتصر على الضرر أو توقيف الدعم فقط، ولكن هناك ضرر آخر أنه يعطي إشارة سلبية للمانحين وإلى المنظمات الدولية أن الوضع في اليمن غير صحي وأن اليمن غير مستعد أو غير وضعه غير طبيعي لاستقبال المنح والمساعدات والمشاريع، وهنا هي الخطورة والمشكلة. إذا تكلمنا عن تداعيات أخرى، ربما هناك مشاريع يلمسها المواطن البسيط الصحية والتعليمية ويكون هذه المشاريع عندما تتوقف فجأة يعني في مشاريع إذا كانت قيد الإنشاء أو تستكمل، لكن هناك مشاريع في من المشاريع المولة من البنك الدولي في مجال المدارس مثلا، في القطاع التعليمي، في الصحة، في الكذا، وتم إنزال المناقصات لها واستكملت الإجراءات، هذه البنك سيوقفها إلى حين استقرار الوضع السياسي وإلى حين اتفاق الفرقاء السياسيين. الكرة في ملعبنا نحن كيمنيين كفرقاء سياسيين، هل نحن نريد الخير للمواطن وإلى الوطن أم نحن سنستمر في مكايدتنا السياسية والمناكفات وتصيد الأخطاء لتذهب السفينة على الجميع؟ يعني أنت تحدث أستاذ عبد الله إنه الكرة كما قلت الكرة في ملعبنا، يعني إذا قلنا هناك توقعات لبدء وعودة الدعم من جديد، هل هو أيضا مرتبط باليمنيين أنفسهم وليس بالبنك الدولي؟ لا، مرتبطين. إذا بمجرد أن تنتهي الاضطرابات السياسية الموجودة حاليا ويتم التوافق بين الفرقاء والمكونات السياسية على تكوين حكومة والأمور السياسية المتعلقة بإجراءات تسيير البلد، بمجرد إعادة الوضع إلى ما كان عليه طبيعيا البنك الدولي وغيرهم من المانحين سيستنفذون أعمالهم مباشرة. إذا تكلمنا أو البعض يتحدث أن هناك ممكن بعض الحلول التي ربما تقوم بها الدولة وإكمال بعض المشاريع التي توقفت عندها أو توقف عندها عجلة البناء للبنك الدولي، في الوضع الحالي صعب الوضع المالي للحكومة أو مالية الحكومة صعبة جدا، ونعرف الوضع الاستثنائي اللي بتمر عليه تمر البلد، هناك حصار اقتصادي وحصار مالي على اليمن غير معلن، هناك رؤوس أموال، أيضا مالية الحكومة غير مستقرة، الآن التركيز على تغطية نفقات الباب الأول المتمثل بالرواتب والأجور، وهناك أيضا صعوبة. لا، في توقعاتي وفي تقديري الحكومة لا تستطيع الآن في الوقت الحالي القيام بأي أنشطة في البرنامج الاستثماري في مجال خدمات البنية التحتية نهائيا. يعني إذا البعض يقول أن الدولة ممكن تعتمد على مصادر أخرى غير البنك الدولي وغير دول مجلس التعاون الخليجي في دعم هذه المشاريع، هل هناك إمكانية يعني في الوقت الحالي؟ نعم. هذا كلام لا يتفق مع الواقع. أنت تستطيع البحث عن مصادر أخرى عندما يكون وضعك طبيعي ووضع البلاد مستقر، ربما تبحث عن مصادر إيرادات غير النفط، لكن هذه المصادر مثلا مثل الضرائب، مثلا الضرائب
ممكن هناك ضرائب مفقودة مثل ضريبة المبيعات أو ضريبة العقار أو غيرها، ولكن هذا مرتبط أيضا بمناخ النشاط التجاري. أنت إذا أنت تريد تحصيل ضرائب والنشاط التجاري متوقف، أيضا الآن في أكيد أن في تجار وفي معظم القطاع الخاص يشكو هذه الأيام أن هناك ركود، وهذا ناتج على نتيجة ضعف القوة الشرائية لدى المواطن. هناك خبر يقول أن تقريبا ما يقارب 300 مقاول يقبعون الآن في السجون عليهم ديون بسبب المشاريع التي كانت للدولة أو من الدول المانحة ولم يتم استكمالها. لا شوف، بالنسبة للمانحين لا أعتقد أن هناك مشاريع بدأ تنفيذها ولم تصرف مستحقاتها، لأنه حتى إذا مثلا بدأت المشروع على مراحل، نعم، المانح يتم تغطية المبالغ المالية حسب الإنجاز. لكن إذا كان هناك مشاريع مغطاة من البرنامج الاستثماري الحكومي، أقول لك هذا صحيح، نعم، لأنه البرنامج الاستثماري من 2011 إلى الآن موقف، وعندما يتم متابعة مقاول يتم مثلا الاستدانة أو تغطية تكاليف إقامة المشروع على نفقته الخاصة، يفاجأ عندما يقوم بمتابعة وزارة المالية بتغطية التعزيز أو النفقات لجهة المشروع، يجد أنه اعتذار أو في وقت آخر. أستاذ عبد الله، ما هو الواجب على المجتمع الإقليمي والدول المجاورة لليمن التي يجب عليها أن تقوم به اتجاه اليمن يعني في خلال الوضع الحالي؟ أولا لنكون صادقين وموضوعيين، إن مشكلة اليمن الرئيسية مشكلة اقتصادية بامتياز، نعم. فإذا تم حل الجانب الاقتصادي فهناك كثير من المشاكل السياسية ستتلاشى وستنتهي، لأن المشكلة الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة هي سبب المشاكل السياسية، هي سبب انحراف الشباب، هي سبب لجوء المجتمعات إلى أعمال غير مشروعة مقابل الحصول على خدمات أو مقابل الحصول على أموال أو مقابل تقديم خدمات للغير، خدمات تضر بالوطن نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب. إذا كان المجتمع الدولي جاد مع اليمن فليعمل على حل مشكلته الاقتصادية، و80 إلى 90% من المشاكل الأخرى ستنتهي ويمكن معالجتها بسهولة. لكن للأسف الشديد الحاصل الآن أن هناك تركيز على الجانب السياسي بشكل كبير، وكل المجتمع الدولي يعطي ثقله لهذا الجانب، وعندما تمر فترة ينجح الجانب السياسي، لكن المشكلة الجوهرية والمشكلة الأساس المتمثلة في الجانب الاقتصادي لم تحل، وبالتالي نرجع ندور في نفس الحركة المفرغة اللي لازلنا ندور حولها. فلتحل المشكلة الاقتصادية وستحل جميع المشاكل. أنت قلت عبد الله أنه هناك مشاريع البنك الدولي خلال الفترات الماضية مليار ونصف المليار دولار تقريبا، مليار وتقريبا مليار فاصل واحد فاصل. الآن نفس هناك تصريح من نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم يقول أن البنك لديه مشروعات كبيرة في اليمن ومتوقفة بقيمة المليار ومائة مليون دولار. صحيح، هذه المشاريع الآن هي محفظة البنك في اليمن الآن، نعم، تم توقيفها. كان هناك مشاريع منتظرين مساهمة الحكومة منها، تقريبا البنك الدولي والصندوق السعودي تقريبا طريق صنعاء عدن الدولي، نعم، كان هناك انتظار فقط لمساهمة الحكومة. أيضا وقعت اتفاقية مثلا مع صندوق الرعاية الاجتماعية ب90 مليون دولار لتغطية شبكة الضمان الاجتماعي، أيضا الآن ربما سيعاد النظر فيها ستوقف. أيضا كان هناك منحة، وكان هناك أيضا مع مانحين آخرين، أعتقد أنهم سيحذون حذو البنك الدولي، لأن البنك الدولي هو العنوان، هو الشهادة حسن السيرة والسلوك التي تعطى للدولة أو للحكومة للحصول على المنح والمساعدات من مجتمع المانحين الآخر، لأنه أي مانح وأي منظمة دولية عندما تأتي إلى اليمن لابد ما تمر عبر البنك الدولي وتعتمد على تقاريره وبياناته وتقييمه للوضع الاقتصادي والوضع السياسي في البلاد. حسن الصلاة عبد الله، نشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا. شكرا جزيلا. أما الآن نترككم مع أسعار العملات والنفط والمعادن. We'll be right back.
إلى هنا مشاهدينا ينتهي مشهدنا لهذا الأسبوع، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.